بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين يوم الكمال. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عيد الغدير الأغر عيد إسلامي أصيل ذو أهمية كبرى لا تقل عن عيدي الأضحى والفطر المباركين، بل يفوقهما جلالاً لأنه اقترن بتكامل الدين وإتمام النعمة على المسلمين، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره، ولم يجعلنا من الجاحدين المكذبين المنكرين به، ولم يجعلنا ممن انقلب على عقبيه، ولا ممن سمع فأخلف. نسأل الله تعالى كما أولانا بتمام نعمته وكمال دينه بموالاتنا لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، أن يمن علينا بالثبات على ولايتهم ومودتهم، ويزيدنا معرفتهم، ويرزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.